من أهم مهام البرلمان وأبرزها رفع انشغالات المواطنين إلى السلطات العليا. ومن خلال برنامجنا من قلب البرلمان نحاول التطرق إلى أكبر عدد من الانشغالات التي تؤرق المواطن الجزائري سواء داخل الوطن أو خارجه، وكذا تقريبه من ممثله في قبة البرلمان. تحية بكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي من قلب البرلمان. نحن اليوم في ضيافة نائب المجلس الشعبي الوطني ورئيس لجنة النقل السيد بوشويط محمد أنور. السيد الفاضل، شكرا لك على الاستضافة في رحاب المجلس الشعبي الوطني. شكرا لكم ولك ولكل طاقم التقنية الذي يرافقك. وقبل بداية العدد نبارك لكم ترأس لجنة النقل. شكرا. نأمل أيضا أن تكون لك أن تكون خيرا على هذه اللجنة، باعتبار حتى النقل له وعليه عدة مشاكل. إن شاء الله. نعم، حقيقة النقل هو يعني شريان المجتمع، والنقل يعتبر أيضا شريان لكل حاضر. الحضارات القديمة حتى الحضارات أقيمت على هذا الشريان الذي يعتبر مهم جدا في حياة المواطن. يعني هي مسؤولية كبيرة وتحديات أيضا تنتظركم. إن شاء الله سنكون لهذه التحديات. إن شاء الله بحول الله. وإن كانت تحدياتكم كبيرة ومسؤولياتكم كبيرة على مستوى لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، فما لا شك فيه أن تحديات ورهانات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكبر، ومسؤوليته أكبر تجاه شعبه، فهو راعي الشعب الجزائري. نستهل حديثنا أو نعود بحديثنا عن تولي السيد رئيس الجمهورية سدة الحكم سنة 2019. هذه العهدة التي إن صح القول لم يمارسها 5 سنوات كاملة، حدثني أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك للسيد رئيس الجمهورية مجددا يعني توليه للعهدة الثانية. ثانيا إذا تكلمنا عن العهدة السابقة نقول بأنها عهدة كانت منقوصة من الزمن، لأنها كانت فيها كلنا نعرف أنها جائحة كورونا يعني أخذت قسط كبير من التحديات. العهدة الأولى إن كان كل العالم يعني يعاني من هذه الجائحة التي يعني يوم مارس 2020 كان الحجر في الجزائر، حتى يعني 2022 نهاية 2022 حتى أصبح رفع الحال الحجر، يعني كانت عامين من منقوص على الأقل من هذه العهدة. كانت الجزائر خرجت يعني من حراك مبارك، حراك شعبي، فراغ سياسي، فراغ يعني كان ما نقولوش فراغ سياسي، ما كانش فراغ سياسي، لأنه يعني حتى المدة كان دستور يحكم البلاد، دستور لرئيس الدولة يعني هو اللي كان آنذاك السيد عبد القادر بن صالح رحمه الله، وخرج بالبلاد يعني انتخابات رئاسية شفافة كانت يعني تولتها يعني الشعب خرج في وصوت للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وانتخبوا. بعدها جاء رئيس الجمهورية لإصلاحات دستورية جديدة، ومنها بدأ بالدستور، راح القانون الانتخابات، ما تم خضع عنها أيضا المجموعات التاسعة. نعم، تم خضع عليها يعني التشريعيات الفترة التاسعة، وما تم خضع عليها أيضا المحليات. يعني كانت يعني وكأننا كان السيد عبد المجيد تبون لما أتى في الولاية الأولى له في هذه الرئاسيات كان وكأنه إصلاحا قانوني وإصلاح دستوري يعني لتمهيد لمرحلة ثانية. واليوم الحمد لله الشعب زاد أعطاه يعني كل الأصوات تقريبا، لما نشوفه أن السيد رئيس الجمهورية اليوم يحظى ب 84% من ثقة الشعب، أكثر من 84% من ثقة الشعب، يعني نعرف أن الشعب الجزائري فهم يعني طريقة العمل تاع السيد عبد المجيد تبون، وهو يعني يشجع عن هذه الطريقة ويمشي في نفس السياق اللي راهو ماشي. يعني إعادة الثقة في السيد الرئيس دليل على ثقة الشعب في حديثه في رئيسه. يعني اليوم لما نرى نتائج الانتخابات وتشوف اليوم 84%، وحنا كنا قائمين في الحملة الانتخابية وكنا نسمع حتى الشعب برا واش راهو يقول، يعني حتى الشعب الجزائري اليوم راهو فاهم على بالي واش راهو كاين، على بالي واش من تحديات الجزائر راهي تصبو لها، راهو عارف ايضا التحديات الكبيرة، يعني التحديات سواء كانت وطنية او كانت خارج الوطن، تحديات كبيرة اليوم رانا الجزائر راهي يعني اون فاس لهاد التحديات.
يعني لازم كان استقرار، لازم كان كذا، والشعب الجزائري كان واعي كل الوعي في الانتخابات، وأبرز ذلك يوم السنة يوم الاقتراع. أيضا حتى وفاؤه تقريبا بال54 تعهدا سيمون بمبادئ ثورة أول نوفمبر زادت من ثقة الشعب. يعني أكيد بعد يعني بالرغم من كما تفضلتي وقلتي أنه كانت المدة منقوصة بجائحة كورونا، كانت هناك إصلاحات هذا كثيرة. عدا أيضا الحرب الروسية الأوكرانية كانت إصلاحات كثيرة، كانت يعني كاين تأثر عالمي من الحرب الأوكرانية الروسية، القضية الأوكرانية الروسية، وحتى الحرب على العدوان على فلسطين أيضا ثاني اللي كان عنده عامل يعني في من العوامل الخارجية اللي أثرت على العهدة الأولى للسيد رئيس الجمهورية. لكن هذا ما منعوش أنه يقيم الحجة بالالتزامه للأربعة وخمسين تعهد الذي قدمه في سنة 2019. والحمد لله أنا شخصيا كنت معه في الحملة الانتخابية 2019، ورانا كملنا معه المسيرة في الحملة الانتخابية 2024، والتمسنا بصدق الرجل وبنية خالصة يعني التزامه أمام المواطن الجزائري، ولتوفير كل الظروف والمناخ للمواطن الجزائري أن يكون مواطنا يعني عنده عايش بكرامة، مواطن عايش يعني يعني قوت يومه يستطيع أن يكون عنده يعني بكرامة لكل مواطن جزائري. رافقتم السيد الرئيس خلال توليه سدس الحكم سنة 2019، ونفس الشيء كنتم تصرحتم أنكم رافقتموه أيضا سنة 2024 في رئاسية المسابقة 7 سبتمبر. ما هي أهم النقاط التي جاءت في البرنامج الانتخابي؟ نعم البرنامج 2019-2024 لا 2024 بالتأكيد 2024 السيد رئيس الجمهورية يولي اهتمام كبير أنها تكون يعني عهدة اقتصادية بامتياز، يولي اهتمامه للإقلاع الاقتصادي لتوفير العمل، يعني تكلم على 450 ألف منصب عمل، تكلم على 2 مليون سكن يعني بكل السياق، تكلم يعني على مشاريع يعني اقتصادية محضة، وتحمي وفي ظل هذه المشاريع الاقتصادية حماية القدرة الشرائية للمواطن، حماية كرامة المواطن، حماية أن المواطن الجزائري يعني له الحق في العيش، له الحق في العمل، له الحق في العيش في كرامة، له الحق في العيش في كرامة، نعم له الحق في السكن، له الحق يعني في التمدرس. كل هذه يعني السيد رئيس الجمهورية يعني كان تصبو في خطة عمله للخمس سنوات القادمة. نستهل حديثنا وحديث البرنامج السيد رئيس الجمهورية بملف السكن، وهو أكبر الملفات التي تهم المواطن الجزائري. هل ترون أن الدولة الجزائرية قادرة على استكمال هذا الملف؟ إذا رأينا إلى السابق ورأينا أن الجزائر نجحت وقفزت قفزة نوعية في هذا يعني لما نتكلم على السكن السيد رئيس الجمهورية يعني أولى له اهتمام كبير، وحتى في الخمس سنين اللي مضت يعني مع بالرغم من كل يعني هضرنا الأزمات العالمية والأزمات الصحية اللي كانت، والسيد رئيس الجمهورية لم ينقص اهتمامه في هذا المجال، وقام مشيد بسكنات، وأحسن يعني أحسن دليل في 5 جويلية أظن الله أول نوفمبر لما قام بتوزيع أكبر عدد للسكنات يعني في منذ استقلال الجزائر، هنا كانت 250 ألف حوالي وحدة سكنية توزعت يعني في يوم واحد عبر التراب الوطني. اليوم نقول أنه الجزائر يعني خاضت يعني شوط كبير في هذا السكن، والرئيس الجمهورية ما زال يعني عازم على أن أخوض أشواطا أخرى يعني أشواطا إضافية في هذا المجال، وأنا متأكد يعني بالاستراتيجية اللي وضعتها الدولة الجزائرية، وإحنا من الناس اللي كنا قائمين على يعني ميزانية 2024 أين كان فيها عرض لبرنامج يعني لوزارة السكن، ويعني حقيقة هما أيضا إطارات وزارة السكن يعني برزوا يعني أنهم قادرين على التحكم في الموضوع، يعني هناك استراتيجية يعني بالتفاعل مع السيد رئيس الجمهورية، ويعني تشوفها تستطيع أنها قريبة من الواقع، وعندنا إمكانيات كبيرة. اليوم رانا نتكلموا على مسكن جزائري 100% جزائري، يعني حتى المواد لتشييد السكن أصبحت 100% جزائرية. لما نتكلموا اليوم على الخزف ولا على الإسمنت ولا على الحديد ولا على
كل المواد مواد البناء أصبحت اليوم مسكن جزائري 100%، حتى إذا تكلمنا يعني على الأمور التقنية، أمور الكهرباء، أمور الكهربائية، أمور يعني التلصيص، كل شيء أصبح جزائري 100%. يعني اليوم نقول بلي الجزائر في هذا الميدان السكن خاضت أشواطا كبيرة، وستخضع ستكون عندها أشواط أخرى. ولكن ألا ترون أن المعاب ليس على الدولة الجزائرية ولكن على بعض التصرفات من طرف المواطن الجزائري كالبناءات الفوضوية العشوائية؟ يعني نجد أن الإنسان الذي يذهب لبناء فوضوي يأخذ سكن والآخر يبقى كاري إن صح القول. هذا عدا مشكل تحيين الأجور. تحيين الأجور موضوع آخر وحنا رانا نعملوا عليه، ويعني انا نعطيك بصفة اخرى، وجب علينا ان نرى الموضوع من صفة اخرى، من جهة اخرى او من زاوية اخرى ان صح التعبير. اذا تكلمنا على السكن الجزائر الوحيدة في العالم، الدولة الوحيدة في العالم اليوم اللي راهي تقدم سكنات مجانية للمواطنين، حتى يعني في الدول المتقدمة والدول المتطورة هي تعطيك كيرا، تعطيك بايد لوكاسيون، ولكن لا تعطيك السكنة ولا تستطيع أنك تقتني ساكن حتى في إطلاق. هنا إذا تكلمنا على ما يقوم به المواطن من حقه أنه يطلب ويطمح أنه يكون عنده سكن لائق، والجزائر راهي تعمل يعني في كل سنة الجزائر راهي تعمل على توفير السكنات للمواطنين. صح، ما نقولوش كاين عجز، ما نقولوش كاين نقص، لانه كاين ملفات كثيره تاع طالبين للسكن ماهيش مطابقه للشروط اللي لازم تكون في المواطن، لكن من حقه أيضا أنه يطالب الجزائر. احنا نقوله دائما أنه المواطن من حقه، لأنه هذه البلاد نسالوا فيها جميع، والبلاد هذه من حقنا أننا نأخذ منها كامل إذا قسنا رواحنا احنا مع المواطنين الجزائريين، لكن على الأقل تكون عقلانية وتكون برمجة تاع كل واحد ودوره انه يلحقوا هذا السكن. وانا متاكد انه يعني الجزائر يعني اذا كملت الاستراتيجيه هذه راح يقضى على مشكل السكن في قليل من السنوات القادمه ان شاء الله بحول الله، ونامل من كل جزائري ان ياخذوا حقهم في هذا الوطن الحبيب. نعود ايضا بالحديث عن الاقتصاد. من مساعي السيد رئيس الجمهوريه هو تحقيق هو النهوض بهذا الاقتصاد وايضا تحقيق الاكتفاء الذاتي. نعم، السيد رئيس الجمهورية إذا تكلمنا وهو عمل عليه خلال عودته الأولى. نعم، عمل عليه وحقق جزء منه، ليس العمل فقط، حتى تحقيق الجزء منه كان في العهد الأولى. يعني إذا تكلمنا على القمح، والله تكلمنا على إحنا كي نتكلموا على حصاد الحبوب الصلبة، يعني الشيء اللي رأيناه في الصحراء تقريبا كان معجزة، يعني كان ماهيش من المنتظر، حتى أنه كان بعض دول الجوار يعني اللي راهم يكونوا لنا كل الاعداء، وهذا تقدر تكلموا حتى على ان هذا ذكاء اصطناعي. السيد رئيس الجمهوريه جاوب بكل صراحه وقال لهم اذا كان الذكاء الاصطناعي هذا يجيب لنا ناكلوا الخبز احنا مرحبا به. القمح. نعم، احنا نتكلموا يعني السيد رئيس الجمهوريه تكلم وتعهد في انه حتى في 2025 يعني لن نستورد القمح، وفي نهايه 2026 لن نستورد يعني حتى الفارينه ولا الحبوب يعني الاخرى. يعني السيد قام وتعهد في العهده الاولى، وصل الى حد كبير انه اصبح كل القمح تقريبا، خاصه ماده القمح، اصبحت يعني تقريبا 70-80% من استعمال من منتوج وطني. يعني وصلنا لنسبة حتى انها بشرت في التصدير، وصلنا لنسبة يعني اللي عمرنا كنا نتوقع اننا نوصلوها. اليوم الحمد لله، اليوم يعني كان بعض منها اللي تحقق في العهده الاولى، والاستراتيجيه السيد رئيس الجمهوريه في دعم الفلاحه ودعم الفلاح
ونمو الاقتصاد الوطني عامة، يعني راهي ماشية، وأنا متأكد أننا راح تكون يعني بوادر النجاح في أواخر 2025 2026، راح تكون يعني بوادر النجاح للسياسة الاقتصادية اللي انتهجها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إن شاء الله، هو من تحديات السيد رئيس الجمهورية وتحدياتكم أيضا كمجلس شعبي وطني أو مجلس الأمة أيضا، هي ترسانة من القوانين سيتم إعادة النظر فيها وتشريعها، وما جاء في البيان الانتخابي للسيد الرئيس. نعم حقيقة، بعد البيان بعد الانتخابات وحتى قبل الانتخابات، السيد رئيس الجمهورية تكلم على قانون الانتخابات، تكلم على قانون البلديات وقانون الولاية، واللي راح تكون يعني تنصيب اللجنة يعني لإعداد هذه القوانين في هذه الأيام. أتكلم على قانون البلدية، أتكلم على قانون الولاية، أتكلم على قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، أتكلم على حوار وطني، وهي كلها تهدف لترسيخ مبدأ الديمقراطية. أتكلم السيد رئيس الجمهورية بكل صريح العبارة يوم التنصيب تاعو، قال أنه وجب علينا حوار وطني للذهاب إلى ديمقراطية حقة، ليس ديمقراطية أقوال لكن ديمقراطية أفعال، ديمقراطية حقيقة، ديمقراطية صلبة، ديمقراطية عندها أسس مبنية على أسس الحوار، يعني ديمقراطية تشاركية راح تشارك فيها كل الفاعلين السياسيين في المجتمع أو حتى المجتمع المدني أو حتى يعني الأطياف المواطنين، كل المواطنين الجزائريين يعني راح يكون عندهم جزء أو ممثلين في هذا الحوار الوطني، اللي راح يكون حوار شامل، حوار مبني على الصراحة، لأننا في أي حوار يجب أن نكون نصارح أنفسنا قبل أن نصارح غيرنا، وراح يكون هذا هو أول لابنة لبناء ديمقراطية حقيقية، ديمقراطية أفعال لا ديمقراطية أقوال. أيضا حتى تحقيق المساواة بين الولايات، فهناك ولايات كبيرة وليس لها مداخل. لا، إذا تكلمنا على المداخل وتكلمنا على الولايات المداخل، يعني قانون الفمالية 2024 غير نوعا ما حتى يكون تساوي، لما كما قلتي وتفضلتي غير نوعا ما، لأنه اليوم أصبح الـFCCL ليس الـFCCL بالعربية، يعني هي هناك يعني صندوق وطني على مستوى وزارة الداخلية ليكون فيها تقسيم للثروات على المستوى الوطني، على المستوى الولايات، وإعانة بعض الولايات يعني اللي تكون عندها نقص في المدخول أو نقص في المداخيل الولائية، في الجباية الضريبية أو الجباية البترولية أو الجباية بمختلف أنواعها. يعني هذا كان معمول به في سنة 2024 وسيكون أيضا في 2025 وفي باقي السنوات القادمة في ميزانية الدولة إن شاء الله. أيضا السيد رئيس الجمهورية كان قد استرجع مكانة الجزائر سواء دوليا خاصة من الناحية الأمنية، وهو ما شهدناه خلال عهدته الأولى، ما رأيكم؟ نعم حقيقة، اليوم أصبح الجزائر رقم صعبا لا يستهان به في الدبلوماسية. وعلى سبيل الذكر أنا عضو ممثل الجزائر في الاتحاد البرلماني الدولي، يعني أمارس أيضا دبلوماسية البرلمانية، ونحن نرى أنه يعني هناك ديناميكية كبيرة في الدبلوماسية، سواء الدبلوماسية الجزائرية الرسمية كانت أو الدبلوماسية التي ترافقها الدبلوماسية البرلمانية. والجزائر اليوم أصبحت يعني صوتها يعلو ويصول ويجول في كل أنحاء العالم. الجزائر اليوم من خلال مجلس الأمن العالمي وموضعها اليوم، الجزائر أصبحت يعني كلمتها مسموعة وأصبح يحسب لها ألف حساب. حتى تصريحاتها قوية وشديدة اللهجة. نعم، شوفي في الدبلوماسية ليست إلا تصريحات، دبلوماسية تصريحات تستطيع أنها تكون ويكون عندها دافع وعامل، لكن لما تشوف أنه كل يعني الدول الكبيرة في العالم تمشي وترجع وتولي تقول باللي الحلول اللي قدمتها الجزائر كانت حلول يعني حقيقية وحلول صحيحة،
لانه مشاو في اختاروا حلول اخرى ولم ينجحوا. مثلا اذا تكلمنا على القضيه الليبيه، الاخوه الليبيين الاشقاء، تكلمنا عن الجزائر عندها حوالي 4 سنين او 5 سنين قالت الحل يجب عليها ان يكون حلا ليبي لا تستطيع ان يكون لا للتدخل الاجنبي، لا للتدخلات الاجنبيه، وقالت بلي حلا ليبي. وكل يعني الناس مشات يعني مشات وراحت ودارت حب تدير حلول اخرى، لكن في الاخير رجعوا كامل الحل الجزائر اللي قالت الجزائر يجب ان يكون حلا ليبي. هنا نعرفوا قيمه البلد وقيمه الاداء وقيمه الطرح، لأن الدبلوماسية في قيمة الطروحات اللي عندك. إذا تكلمنا اليوم على مثلا دول الحدودية، نعم دول الحدودية، لما نتكلم على اليوم الحلول يعني اللي قدمتها الجزائر حتى في دول الساحل، تكلمت الجزائر على حل يعني انهم يروحوا يعملوا انتخابات في غضون سنه، وتكلمت على كذا وعطات طرح يعني قوي وطرح يعني مفيد. هما راحوا عملوا تحالف تحالف، وبعدها جابوا الفاغنر، ما يعرفوا فاغنر يعني، وهذه بتوصيات بعض الدول المعاديه الى الجزائر، يعني هذه كلنا نعلمها الان انها دول معاديه للجزائر. اليوم رانا نشوفوا انهم يعني راهم يتخبطوا من ازمه لازمه. اليوم راهي هناك اصوات تعلو الى تقسيم دولهم على يعني، حتى اليوم ما كانش تساجم وتغانم انسجام وتغانم في الافكار الداخليه يعني. يعني كل هذا الجزائر اليوم نقولوا باللي يعني عن قضات اشواط كثيره ايضا كبيره ايضا في الدبلوماسيه. لما نتكلموا على القضيه الفلسطينيه مثل ما قال السيد رئيس الجمهوريه هي القضيه المفتاح، قضيه القضاء في القضاء كل القضايا العادله. نتكلموا على قضيه الصحراء الغربيه وانها اخر استعمار في إفريقيا. في 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 افريقيا يعني كلها. لما اليوم نشوف انه بعض الدول الاوروبيه دول كبيره اللي بدات تغير في موقفها مثل اسبانيا مؤخرا اللي اعلنت على اعترافها بالدوله الفلسطينيه، وستحدو ونحن متاكدين انها ستحدو حداها بعض الدول الاوروبيه الاخرى. كل هذا يعني نشوفه انه النظره الجزائريه والقراءه الجزائريه للقضايا في العالم هي قراءه صحيحه، هي نظره صحيحه، وتوقعاتها يعني هي توقعات منطقيه مبنيه على احترام كل الدول، ومبنيه على يعني احترام انه كل الدول تحافظ على سيادتها الوطنيه. هذا عدا ان الجزائر تعادى من قبل بعض الدول المجاوره بسبب موقفها تجاه القضايا العادله، يعني نعم. مبادئها كانت ثابته وهو ما جعلها معاديه لبعض الاطراف. نعم اكيد، انا كي نتكلم لك على كي تكلمنا من قبل منذ قليل على دول الساحل، على احنا الساحل يعني دول اشقاء بالنسبه لنا، والجزائر كانت سباقه في المساعده لهذه الدول يعني في كثير من المرات، وحتى انهم هما يعني لما تلاقى هذه الدول في المناسبات العالميه يعني في المحافل الدوليه كي تلاقاه يقول لك بلي خير الجزائر ما نقدروش اننا نردوه. لكن بسبب موقف الجزائر في القضية الفلسطينية يعني نقولوها بكل علانية وبكل صراحة، لأنه احنا راح نديروا حوار وطني للمصارحة، فوجب علينا اليوم أننا نكون صراحة في كل الميادين يعني. ولكن بسبب موقف الجزائر بالنسبة للقضية الفلسطينية أصبح هناك دول يعني من المفروض أنها تكون شقيقة تكن لنا كل العداء من أجل هذا الموقف. ويعني الكيان الصهيوني كما يقولوها بكل صراحة ما راحش يخلينا ترونكيل، ما راحش يخلينا يعني هكا بسبب الموقف تاعنا، لأنه يعلم أن الجزائر اليوم هي أصبحت الرقم الصعب والرقم الأهم في المساندة في القضية الفلسطينية. يعني اليوم هو ما يقدرش يخليك على راحتك، لازم يكون عنده تشويش للدولة من الخارج، لأنه لا يستطيع أنه يكون تشويش من الداخل، فيقوم لك بتشويش على دول الجوار، تشويش من طرف. وما يحدث الآن
وهو ما يحدث الآن. يعني كي نتكلموا على الجهة الغربية تاع الجزائر، الدول المجاورة لنا من الجهة الغربية، الدولة المجاورة لنا من الجهة الغربية، أو حتى دول الساحل اللي اليوم اللي نشوفوا أنها أصبحت يعني وكأنها يعني هناك من يدفعها إلى تصريحات غير مسؤولة وتصريحات غير لائقة. يعني مع أنه كل هذا الجزائر كانت يعني دائما وأبدا كانت الجزائر مرافقة ومصاحبة لكل الدول الأشقة والدول الصديقة، يعني وكانت عون لها في كل المحطات اللي كانت محتاجة إلى إعانات من الجزائر. ومع كل هذا وكل هذه المضايقات، لا تزال الدولة الجزائرية تحافظ على أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية. إذا تكلمنا على هذه الدولة، الدولة الجزائرية، يعني يقولوا أنها دولة شهداء، والدولة اللي قدمت ملايين من الشهداء فيها مش من السهل أنها تسقط، لأنه في كل عروق جزائري كاين دم شهداء يسري فيه، وهذا اليوم هو دافع اللي خلى كل الجزائريين يعلموا بقيمة التراب اللي راهم واقفين فيه، ويعلموا بلي أننا هاد البلاد احنا معنا حتى بلاد غير هاد البلاد، وجب علينا الحفاظ عليها، ووجب علينا أن نكون مساندين لوطننا ومساندين لبلدنا، مساندين أيضا لمن يحكمنا، ومساندين لكل القضايا اللي نؤمن بها في الداخل قبل الخارج إن شاء الله. وفي الختام كلمتك الختامية أو رسالتك ربما. أنا أقول لك حاجة واحدة، إن شاء الله نقدر نحافظه الجزائر، لأنها الجزائر هذه ورثناها من الشهداء والمجاهدين، وفي حق دم الشهداء إن شاء الله نقدروا نحافظوا على هذه البلاد، ونكونوا يعني كما حبوها هما تكونوا، نكملوا في البلاد هذه ونكملوا في المسيرة هذه إن شاء الله. السيد بوشويت محمد أنوار، نائب المجلس الشعبي الوطني، كنت ضيف اليوم وضيف برنامج من قلب البرلمان على قناة الجزائر أنوار. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لكل الطاقم. شكرا لك أستاذ. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وإياكم لنهاية عدد اليوم من برنامجكم الأسبوعي من قلب البرلمان. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم إن شاء الله، ضيف جديد وموضوع متجدد، نفس التوقيت نفس القناة. إلى اللقاء.